فيني ريسيرت بصراحه بالنسبه لي انا تجربه، دي ممكن حاجه الناس ما تعرفهاش. انا كانوا خيروني من الاحتراف ان انا اكمل في النادي، وانا كنت الصراحه مايل لفكره ان انا اكمل في النادي، عشان انا كنت حاسس ان انا لسه ما عملتش حاجه مع النادي. او انا يعتبر من ساعه ما الطياره احترف انا ما كنتش بلعب في النادي، سافرت 6 شهور اعاره احتراف كده في بولندا ورجعت. فانا اول سنه العبها السنه اللي فاتت ما خدناش الدوري، خدنا السوبر الافريقي، خسرنا الكاس، خسرنا كاس الكوس. فكان بالنسبه لي الصراحه انا كان عندي فرصه ان انا احترف، وقررت ان انا هقعد قبل ما يحصل اي حاجه. كان معانا مستر داني قبل ما يجي ديفيد وفينيو، وقررت ان انا هقعد. من ساعه ما ديفيد جه ولما عرفت ان فينيو جاي، دي بالنسبه لي كانت حاجه كبيره جدا، لان هو كان معايا في المنتخب من 2019. بصراحه انا كان نفسي العب بطوله مع المنتخب وهو موجود، وما جاتليش الفرصه. انا لعبت البطوله بعد ما هو جه النادي، بس برضه بسبب ان هو كان معايا في النادي وانا اتطورت معاه، يمكن وهو معايا في المنتخب ما كنتش باخد نفس كميه التمارين ونفس التركيز ان هو يبقى مركز معانا، لان كان في المنتخب طبعا كريم هنداوي والطيار ومحمد علي. فكنا كريم بيلعب والطيار موجود معايا، وبيلعب ساعات محمد علي وانا مش موجود. فكنت بقى يعني كان هو مش بيفرق في التمارين، بس انا محتاج العب معاه ماتشات ومحتاج اخد خبرات جوه الماتش معاه. فالصراحة أنا من وأنا في المنتخب مقتنع إن هو يعني التصريح بجد إن أنا ما قلتوش لحد، إن أنا كنت حاسس بعد ما اتعاملت مع الراجل ده إن أنا ما كنتش أعرف أي حاجة عن الجون. والله أنا كنت بصد بالفترة، أول فترة أصد أحس إن أنا بصد وأنا فاهم أنا بعمل إيه، كانت من ساعة ما فينيو جه معايا المنتخب. فينيو الصراحة هو يعني الميزة، أكبر ميزة فيه إن هو عارف إمكانيات كل جون عنده. يعني هو بيتكلم معايا، أنت طويل، جسمك كبير، ما ينفعش تعمل كذا، لازم تعمل كذا، هتصد بالطريقه كذا، لو صديت هتصد كده بس، مش هتصد بطريقه تانية، لان انت اصلا جسمك كبير فقافل مكان كبير في الجون، غير جون قصير. يعني هو مش قصدي جون قصير، بس غير جون جسمه غيري. يعني هو كريم حاجات، انا حاجات، طاير حاجات، محمد علي حاجات، هو مش المعلومه مش هي هو بيعرف يوصل لي فكره ان انا هعمل ايه عشان اصد. حتى لو ما صدتش هيبقى شكلي كويس في الجون، الكره بتخش فيها جون. يعني هي تفاصيل صغيره الصراحه، انا بجد فعلا ما كنتش اعرف عنها حاجه، ده بجد.